بالنسبه لممثل المملكه المغربيه بطل افريقيا بطل المغرب للموسم الماضي سوف يدافع عن لقب افريقيا في مقابلته الاولى بعدما تم تاجيل الجوله الاولى لالتزامه بالموندياليتو سوف يكون ضيف على شبيبه القبائل بالامس وصل الوفد المغربي الى الجزائر وتم اصدار معدات للطاقم ديال الصحافه اللي كان مرافق لنادي الوداد وهو فريق اعلامي لنادي الوداد تمت مصادره الاجهزه ديال التصوير بالمطار وتم اعطاء جوازات السفر بدون معدات لهذا الوفد الاعلامي وهذه ممارسات يجب تفاديها في افريقيا في غياب تدخل الاتحاد الافريقي لمثل هذه الممارسات فنادي الوداد ما حصلش على رحله جويه مباشره من الدار البيضاء الى العاصمه مباشره بل ذهب الى تونس وبعد تونس ذهب الى الجزائر وهي رحله متعبه و الاتحاد الافريقي يجب ان يتدخل من اجل الحسم في مثل هذه الحويجات اللي تنسميوها اكسترا سبورتيف فالوداد هاد كل شيء هذا اللي وقع في السفر غادي يعطيه حافز من اجل باش يكون ندا للند مع فريق شبيبه القبائل بملعب خمسة جوي والمقابله سوف يقودها الحكم الدولي الحكم التونسي الحكم رقم واحد بتونس صادوق السلم الحكم الذي تم اقصاؤه من كاس العالم الأخيرة بقطر لأن الأداء ديالو كان أداء جيد في أربع سنوات الأخيرة لكن الامور ما مشاتش كما يرام مع هذا الحكم اللي كان عنده اداء جيد بكاس افريقيا الاخير وبعصبه الابطال الافريقي الاخير وتابعناه في مقابله مهمه بالدار البيضاء الوداد والزمالك وكيف ادى المقابله وادى وكان اداؤه جيد فهذا الحكم احصائيته مع الوداد في المسابقات الرسميه قد خمس مقابلات للوداد اربع انتصارات وتعادل البطاقات الصفراء ستة انذارات والبطاقات الحمراء صفر بطاقة هذا الحكم <applause> الحمد لله هذا الحكم التونسي اللي, اللي تم تعطاته الثقة باش يقود المقابلة فآخر مقابلات ديالو لنادي الوداد فقاد مقابلة الإياب بين الوداد والأهلي الطرابلسي برادس برسم كأس زايد للأندية الأبطال 2018 وعرف التفوق الوداد بالركلات الترجيحية بعدما انتهت المقابلة بالتعادل هدفين لمثلهما ومباراة الإياب للدور ما قبل المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020 أمام فريق نواديبو والتي انتهت بفوز الوداد بأربع أهداف لواحد بأرضية مركب محمد الخامس. مباراة الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقي من دوري المجموعات أبطال إفريقي 2021. أمام كايزر تشيفز والتي انتهت برباعية نظيفة للوداد أربعة بنضف برباعية نظيفة أربعة لصفر على ملعب أربعة غشت بملعب الفريق الذي استضاف المقابلة مباراة الجولة الثالثة من المجموعة لدوري أبطال إفريقيا 2022 أمام الزمالك بمركب محمد الخامس وعربة فوز الوداد بثلاثة أهداف لواحد وكل يتذكر وقت المقابلة لأنه كان استئناف والسماح للجماهير بالرجوع بعد التوقف بأسباب كوفيد ديزناف ومباراة الإياب لدور ما قبل المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023 أمام فريق ريفيز يونايتد والتي انتهت بفوز الوداد بسداسية نظيفة على أرضية مركب محمد الخامس إنه الحكم صادوق السالمي طاقم تونسي من أجل مخ... إخراج مقابلة ديربي مغاربي بين الوداد وشبيبة القبيل تكون ندية غادي يكون احتكاك بدني قوي في هذه المقابله تكون منافسه قويه نتمنى ان تطع عليها الروح الرياضيه ما تكون شي حاجه في المدرجات ما تكون شي حاجه في في, في ديال لي يكون كل شيء جو رياضي لاننا نلعب مقابله في كره القدم لمدة تسعون دقيقه ذهاب واياب بمركب محمد الخامس